السلام عليكم، معكم شهد. السنة اللي فاتت اشتغلنا مع بعض بطانية زبرجد اللي كانت مشروع صيف 2017. إذا ما كنتوا تتابعوني من زمان أو ما تعرفوا عن بطانية زبرجد، راح تلاقوا لها رابط أسفل في خانة الوصف. طبعا البترول مجاني. مشروع الصيف للسنة هذه جاي متأخر شوي عن موعده، بس يدوب خلصت شغالي وقفت للتصوير. فالمرة دي حيكون تريكو وبرضو بطانية. بس الحين في الموضوع انه لك الحرية، سواء كنت تبيها بطانية او خدادية، لانه تقدر تستفيدي من البترون في كذا مشروع. البطانية فكرتها مرة حلوة ومنتشرة، واسمها على ما اعتقد سامبلر بلانكت. فمعنى الاسم انه بطانية العينات. فالبطانية دي بنشتغل عدة وحدات مختلفة عن بعض، كل وحدة بتكون بغرزة مختلفة عن التانية، وبعدين بنشبكهم سوا أو تصير بطانية واحدة. طبعا اللي ما تبي تشتغل مشروع كبير تقدر تكتفي بعمل مثلا 4 وحدات وبعدين توصلهم مع بعض وتخليهم خدادية، أو ممكن بطانية بيبي صغيرة. أنا عن نفسي ناوي أعملها بطانية كبيرة، أبغاها تكون ثرو. نجي للجزء المهم اللي هو الأدوات. في المشروع ده حبيت أن يكون المجال مرة مفتوح لكم في استخدام أي نوع من أنواع الخيوط. أستخدم المتوفر عندك، مثلا زي أنا عندي هذه الخيوط، مشتريتها من قبل كم سنة، ما استغليتها ولا في أي حاجة، فناوية أستغلها في المشروع ده. فأي نوع خيط وأي مقاس إبرة تستخدمي، عفوا قصدي أي نوع خيط وأي مقاس خيط ما يفرق أبدا. بالنسبة لمقاس الإبرة، هتستخدم المقاس اللي تناسب مع الخيط حقك. الخيط حقي مكتوب عليه من 4 لـ5، بالنسبة لي راح أستخدم إبرة مقاس 4 و4.5 أو 5. فأنا هستخدم 4.5، وزي ما انت شايفين الإبرة دائرية، ما يفرق سواء تستخدمي إبرة دائرية أو إبرة مستقيمة، ما حيفرق أبدا لأنه حتكون وحدات صغيرة و هنشبكها بعدين مع بعض. فاختاري 4 أو 5 ألوان تكون متناسقة مع بعض. مو شرط 4 و5، ممكن 3 2، بس يفضل إنها تكون الألوان أكتر عشان هي حلاوتها في الألوان الكتير. إذا كنت تبي تتعلم تريكو، فالمشروع ده مهم إنك تشتركي فيه. ليش؟ لأنه راح تتعلم منه غرز مرة كتير وتقنيات مرة كتير. فاللي حابة انها تطور نفسها في التريكو تبدأ تشتغل معانا. الشرح حيكون مرة سهل ان شاء الله، بحاول قد ما اقدر انه يناسب اللي لسه دوبهم بيتعلموا. فاليوم ما رح يكون في اي شغل، هذا مجرد اعلان. حنبدأ نشتغل على مشروع الاسبوع الجاي تقريبا، وكل اسبوع رح انزل جزء جديد ونشتغله سوا. فجهزوا ادواتكم من الان، واشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم تنبيه بكل جزء أنزله. دمتم بخير وسعادة، ومع السلامة.